السلام عليكم. فيديو النهاردة عن عجينة الفخار زي ما أنا بحب أقول عليها، أو عجينة السيراميك زي ما هي مشهورة في المكتبات. وأكيد كلنا بندخل على بنترست وبنتوهم بالأشكال الموجودة وإزاي سهلة في إن هي تتعمل كده، بس هي مش سهلة، أو حتى لو سهلة فهي ما بتتعملش في الكام ثانية. أو أطول فيديو شفته كان تقريبا 10 دقايق، لأ هي مش لدرجة 10 دقايق خالص. وما تصدقوش الفيديو ده حتى لو هو وصل لنص ساعة أو ساعة، لأن أنا فضلت أصور في الفيديو ده أسبوع. أنا كان نفسي أنزل لكم قبل كده، أخد وقت طويل جدا. المهم أنا واحدة من الناس اللي بحب أدخل على البنترست كتير وأشوف حاجات هاند ميد كتير. أنا بحب دي هوايتي، إن أنا أدخل على البنترست، وهوايتنا كلنا. فشفت أكواب مصنوعة من الفخار، في اللي هي عجينة السيراميك اللي موجودة في المكتبات، وهوريكم برضو شكلها. عجينة الفخار اللي أنا هستخدمها هي بتنشف بالهواء، مش محتاجة حرق زي الطين الأسواني أو الفخار اللي احنا بنشتريه. الموضوع ده ليه أبعاد كتيرة جدا، تصنيع الفخار والناس اللي حابة تدخله في شغلها، بس أنا حابة يكون الفيديو ده حاجة خفيفة. ده مش هتقل عليكم في الفيديو ده خالص بالمعلومات دي، ممكن أتكلم عليها في فيديو تاني، ولكن حابة أنوه عن حاجة، ان الحاجه اللي هنعملها النهارده، يعني انا الكوبايه اللي هعملها النهارده انا هستخدمها في ان هي تبقى جنبي وانا بصور، او تبقى كوبايه غسل الفرشه مكان ما برسم. مش هنستخدمها في اكل، مش هنستخدمها ان هي تتحط في ميكروويف ولا اي حاجه من دي خالص. فخلوا بالكم، ولو حبيتوا ان انتوا تجربوا مفيش اي مشكله. العجينه دي بيتعمل منها اشكال تانية، وده اول فيديو ان انا استخدم فيه عجينه الفخار، بس ما اعتقدش ان ده ممكن يكون اخر فيديو. فلو مش حابين هو يكون اخر فيديو في عجينه الفخار عامه او عجينه السيراميك ونعمل اشكال تانية، اكتبولي في الكومنتات. ولو في اي استفسار ابعتولي على الانستجرام، هسيب اللينك في الديسكريبشن، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا نبتدي وهوريكم الادوات بالظبط. لو حابين تجربوا الموضوع ساتسفايد جدا، بس محتاج طولة بال. العجينة مش بتنشف بسهولة. انا جربت العجينة بس في الصيف، وحرفيا ما اخدتش اكتر من 24 ساعة. المرة دي اخدت اسبوع كامل في ان هي تنشف، بس ده لان انا كنت عاملة الكوباية سميكة. قاعدة الكوباية كانت محتاجة وقت طويل جدا عشان تنشف، لان هي كانت اسمك حاجة في الكوباية كلها. يعني الكوباية كلها كانت واخدة حوالي يومين بالكتير، بس القاعدة ذات نفسها اخدت 4 ايام، وده لان انا عاملاها سميكة. اما بالنسبة للتكنيك اللي انا هستخدمه النهاردة، فهو تكنيك سهل خالص. في اكتر من تكنيك، وده ممكن نتكلم عليه في فيديوهات تانية. بيكون في شوية ادوات لاستخدام عجينة الفخار. اول حاجة بورد خشب، وممكن تستبدلوها بقطعة قماش كتان، وهستخدم سكينة، والسكينة دي هتلاقوها في المكتبات بتاعت ادوات الرسم، وجار فيه مية لان العجينة دي بتحتاج مية كتير، في ان احنا نساوي الاطراف او ان احنا نساوي بيها الشكل بعد ما يخلص. ده شكل العجينة، انا جبت منها الحجم الكبير، وفي منها احجام تانية مختلفة، ممكن تجيبوا الحجم اللي هيناسب الشغل بتاعكم. العجينة دي بتنشف بالهواء، فلازم بعد ما تخلصوا ان انتوا تاخدوا منها القطعة اللي هتناسب شغلكم، لازم ان انتوا يعني تحكموا اغلاقها جدا بعد ما تخلصوا عشان ما تبصش. وحاجة برضو تانية مهمة، هو ان انتوا تلبسوا حاجة ما تكونش لبس خروج، لان العجينة دي بتبهدل جدا. العجينة دي مش زي عجينة السيراميك اللي بتتعمل في البيت. عجينة السيراميك بتاعت البيت بتبقى الى حد ما مهما يكون قوامها تقيل برضو بتبقى خفيفة، غير دي خالص. هنا انا اخدت قطعة كبيرة وقفلت الكيس كويس جدا عشان ما تبصش مني، لان انا في مرة ما كنتش واخدة بالي ان هي ممكن تبوظ من الهواء، وفعلا باظت، فلازم تقفلوها كويس جدا. العجينة دي قوامها بيكون تقيل شوية، فمحتاجة ان احنا نعجن فيها كتير، يعني هتاخد مننا وقت كبير جدا ان احنا نعجن فيها. هنا انا حاولت ان انا اجيب دي بتاعت ماما من المطبخ، ان شاء الله ما تشوفش الفيديو، وما نفعتش خالص، فقررت ان انا اعمل بايدي، وفعلا فضلت وقت طويل جدا اعمل فيها لحد ما عملت شكل اسطواني. والتكنيك اللي انا هستخدمه هو عشوائي جدا، وما فيهوش اي يعني اي خطوات او خطوات صعبة، بس زي ما انتوا شايفين هي واخده فعلا وقت طويل على ما خلتني ان انا حتى احاول ان انا اوصل للتكنيك اللي في دماغي، ان انا حتى عايزه بس شكل اسطواني، وان اخرمها من النص عشان خاطر ابتدي اوسع لشكل الكوبايه. كان ممكن استخدم الميه، بس الميه بتبهدل الدنيا اكتر، فانا ما كنتش حابه اتبهدل اكتر من كده، لان العجينه بعد ما بتخلص فعلا بتطبع في الايد جدا. كل ده بيطلع بالميه ما تقلقوش، بس اهم حاجه يعني ما تستخدموش اي حاجه وانتوا في ايديكم العجينه دي. وهنا عشان انا بوريكو ان القوام بتاعها كان سميك، انا حبيت ان انا اعمل الخرم من النص وابتدي اوسع الكوبايه من تحت لفوق.
التكنيك ده بيستخدموه في الفخار. في ناس تانية بتعملها باستخدامات تانية، ان هي بتعمل القاعدة لوحدها والجدار بتاع الكوباية لوحدها، بس انا حبيت اجرب ده الاول اشوفه هيبقى شكله عامل ازاي، وبصراحة عجبني في الاخر شكله العشوائي جدا. هنا بقى دور المية بيفرق، ان انا لو في اي تشققات في العجينة بتخليها ان هي تلقم مع بعضها، ما يبقاش التشققات دي ظهر خالص. وبعد ما بنخلص العجينة ممكن لو في اي تشققات او في اي حاجات مش متساوية نعملها بالصنفرة، بس لو اهتمينا ان احنا نعملها بالمية وهي طرية مش هنحتاج للصنفرة بعد ما نخلص، لان الصنفرة متعبة اكتر. هو انا مسرعة الفيديو، لكن انا فعلا فضلت وقت طويل جدا على ما عملت الكوباية او على ما فتحت معايا بالشكل ده، لان انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اعمل الجدار كله متساوي، وحاولت ان انا اعمل القاعدة متساوية، وهنا انا بساوي المية، يعني بساوي التشققات بالمية، وهنا انا بساوي التشققات بالمية علشان خاطر الشكل النهائي ما يبقاش شكله وحش او فيها تشققات باينه. وهنا بعد ما خلصت جبت السكينة وقطعت الأشكال اللي هي ما كانتش متساوية، الحروف المش متساوية، وبرضو بالمية هساوي أكتر الطرف اللي بعديه. أدوات العجينة دي سهلة جدا، حتى لو هنضيف أداة أو اتنين فاحنا كان ممكن نضيف السفنجة أو إن احنا هنضيف قماش الكتان، بس أنا استبدلته بالخشب. يعني فضلت اسويها لحد ما وصلت للشكل اللي انا عاوزاه، ان هو شكل متساوي. ولو في اي حاجه مقطوعه في الكوبايه بعد ما خلصت، ممكن نجيب حته عجينه صغيره خالص ونبلها بشويه ميه ونحط عليه على الجزء اللي اتقطع او الجزء اللي اتشق، هيلقم على طول. وزي ما انتوا شايفين انا عاملاه شكل عشوائي خالص، يعني ما فيهوش اي نسب. وهنا بعد ما نشفت، بعد ما قعدت اسبوع تنشف حرفيا، بس برضو بعد ما خلصت صنفرتها لان كان فيها حتت مش متساويه، فجبت صنفره ناعمه كانت عندي بستخدمها للخشب عادي، بس اهم حاجه نحط ورقه تحتيها عشان خاطر ما تبهدلش الدنيا. هنا انا فضلت اصنفر كتير لحد لما التشققات اختفت، او لحد لما الاجزاء اللي كانت خشنة شوية نعمت، ودي ممكن نعالجها واحنا بنستخدم المية في الاول لما تكون العجينة طرية، بس عادي ممكن يحصل اخطاء كده، بس بعد ما بنخلصها بنظبطها بالصنفرة. والمراحل اللي بعد كده هو هنعمل باك جراوند. انا كنت حابة الباك جراوند بتاعتي تبقى بيضة، انتم متخيلين ان لونها ابيض، بس هتشوفوا دلوقتي الفرق ما بين اللون الابيض ولون العجينة ذات نفسها، وفرق بسيط بس الابيض كان زاهي شوية. وهنا بعد ما خلصت رميت كل حاجة ليها علاقة بالصنفرة والورقة، يعني الورقة كانت قديمة. وهنا طبعا انا نسيت اوريك وانا بعمل هولدر للفرشة بتاعتي، بس انا نسيت اصوره خالص. كنت بصور بس للأسف الكاميرا فصلت، فهوريك وانا بلونه. هنا اللون الابيض، اتمنى تكونوا شايفين الفرق ما بين لون العجينة واللون الابيض بعد ما اتحط. ابتديت من بره لجوه وهسيبها تنشف وبعد كده هرسم عليها. حقيقة انا كنت مبسوطة جدا وانا بعمل الكوباية والهولدر، حقيقي الموضوع كان مريح للأعصاب شوية. هو بس ارخم حاجة ان هي اخدت وقت طويل في ان العجينة تنشف، بس انتوا ممكن ترققوا العجينة اكتر، بس ما ترققهاش قوي علشان خاطر العجينة ما تقعش او ان هي ما تبقاش ماسكة في نفسها. بجد جربوه، حتى لو مش هتعملوا الكوباية والهولدر اعملوا كوستر، اعملوا اي اشكال تانية. الموضوع هيعجبكم، هتحس ان انتوا عملتوا حاجة مختلفة غيرت من يومكم، مثلا فرقت في نفسيتكم. التجارب الكتير او ان انتوا تجربوا حاجات مختلفة حقيقي بتفرق في النفسية، بتفرق ان انتوا جربتوا حاجة ما كنتوش متخيلين مثلا انتوا تجربوها، ما كانتش تخطر على بالكم. ده اولا يديكوا خبرة لو في مجال معين انتوا حابين تجربوه.
او لو ما ادكوش خبره يديكوا على الاقل معلومات عن المجال، حتى لو معلومات بسيطه. معلومه مثلا ان العجينه دي ما ينفعش ان احنا ناكل او نشرب فيها لان فيها مواد سامه. المعلومه دي ممكن لو قابلتوا اي حد ممكن يستخدم العجينه في ان هو يشرب فيها او عمل منها مج حلو قوي وحابب ان هو يشرب فيه، فانتوا تقولوا تفهموه او توعوه ان العجينه دي ما ينفعش ان احنا نستخدمها لا في اكل ولا في شرب. فدي ذات نفسها توعيه للي حواليكوا، زي بالظبط البلايمر كلي لما ظهر مج تريندي اللي هو على شكل بقرة والناس ابتدت تعمله من البلايمر، اللي هم اصحاب المشاريع ابتدوا يعملوه. بس في ناس اللي عندها خبرة في او مش خبرة، عندها معلومات على الاقل عن البلايمر، ابتدوا يوعوا الناس ان البلايمر فيه مواد سامة وما ينفعش ان احنا ناكل او نشرب منه. يعني حتى ممكن ان هو البلايمر بيتغطى بمادة من الريزن، ونفس النظام الريزن ما ينفعش ناكل او نشرب فيه. كمان كان في ولد على التيك توك هو مشهور جدا، عجبته العجينة البلايمر فجابها وابتدى يعمل منها اشكال وسواها في فرن البيت. البلايمر ما ينفعش يتسوى في فرن البيت ابدا لان هو برضو بيطلع مواد سامة. ولما بعتله قلت له انت ما ينفعش تسوي في فرن البيت وفهمته يعني ان هي فيها مواد سامة، كان مصدوم جدا. يعني هو قال لي ان انا دورت ولقيت ان هو بيتسوى في فرن، فانا مش عارف ان ازاي ما ينفعش في فرن البيت او فيه مواد سامة. فان احنا لما ندرس الموضوع حتى لو موضوع بسيط او الماتيريال اللي احنا جبناها ماتيريال بسيطة وعجبتنا، بس ما ينفعش نستخدمها على طول، بالذات لو الامر ليه علاقة بالاكل والشرب او التسوية او بالبيت ذات نفسه، عشان ده ممكن يسبب لنا مشاكل احنا ما نعرفش ان ده ممكن يسبب المشكلة دي. نرجع تاني للكوباية بقى، ده الشكل بتاع الرسمة. انا كنت حابة ان انا اعمل حاجة بسيطة جدا، وكانت الرسمة دي دايما بتلفت انتباهي على بنترست لان هي بسيطة ما فيهاش اي حاجة بس مديها شكل حلو قوي، وعملت الهولدر زيها وبرسومات بسيطة طلع شكلها حلو مش معقد، ممكن تتعمل بكل سهولة. فانتوا كمان ممكن تجربوا وبعتولي كل تجاربكم على الانستجرام، ولو في اي سؤال بخصوص اي حاجة او اي ماتريال ابعتولي على الانستجرام، هسيب اللينك في الديسكريبشن. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم او استفدتوا منه، واكتبولي افكار تانية في الكومنتات، وقولولي حابين نجرب ايه في الفيديو اللي جاي. سلام.